السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. فيديو جديد النهارده خلاص الصراحه. النهارده يا جماعه قررنا انا وربنا نعمل فيديو مين يعرفني اكتر. ايوه، وزي ما شفتوا في العنوان احنا نعمل مقارنه مين يعرفنا اكتر ما بين جوازنا، يعني انا ولبنى وعلي وانا ولبنى ومحمد. انا اكيد كوزي يعرفني اكتر منه طبعا. هنشوف ده لو عرفني دلوقتي. ان شاء الله باذن الله يبقى في انا توقعي يعني ان احنا نعرف بعض اكتر من هم يعرفونا. ده توقعي يا ستي، يمكن يطلعوا يعرفونا. طبعا لبنى مش عايزانا نتكسف قدامكم يا جماعه، بس دي حقيقه اكيد، لان احنا كنا عارفين كل حاجه، بناكل مع بعض ونشرب مع بعض. لا بناكل معاه وبنشرب معاه. ايه ده بجد؟ والله. طيب يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لنا كومنتات تقولوا لنا ايه رايكم. انزلوا دلوقتي توقعوا مين هيعرف التاني اكتر، انا ولبنى نعرف بعض اكتر ما هم يعرفونا ولا لا؟ احنا هنبقى فريقين في البدايه، فريق انا واحلام ومحمد، وانا واحلام وعلي. المفروض هنشوف هل محمد يعرف احلام اكتر مني ولا انا اعرف اكتر منه والعكس. اه بالظبط كده. بس يلا هنشوف الترابيزه يلا بينا، ورجعنا لكم تاني وهنبدا. اه بصوا يا جماعه 10 اسئله دول انا مختارهم انا ولبنى، تمام؟ الاسئله لكن كل واحده فينا كل واحده مجاوبه مع نفسها. اه انا ورقتي تحت الورقه دي اهي مدرياها ومحافظه عليها، ولا اقول لكم اصبري اطبقها؟ طب تعالى. طب تخبش، انا شايف. انت مش شايف يا محمد؟ انا بعمل ضمير. بس خلاص. اه محمد بيعمل ضمير. يلا يا جماعه، واحد اثنين. احلام تسال دلوقتي. هسال السؤال يا محمد وترد. ماشي وانت يا لبنى؟ ماشي. يلا، اكتر اكله بحبها ايه يا محمد؟ السوشي. كل الاكل. تصدق انا بحب السوشي فعلا. لا بس مش اكتر اكله، يعني انت بتحب البانيه وبتحب المكرونه وبتحب اكتر اكله. لا استني موضحه، اكتر اكله. لا هي مش بتحب السوشي اكتر اكله. لا الصراحه. السؤال ايه؟ الصراحه انا مجاوبه ان انا بحب كل الاكل. بس الاجابه، بص اوريك الاجابه. ايه فين الاجابه اللي مش الاجابه؟ بص انا هطلع لكم، هطلع لهم الورقه بالاجابه واحده واحده كده. يعني ايه؟ اي اول سؤال اهو يا جماعه اجابته ايه؟ اهي مجاوبه كل الاكل. كل الاكل بحب كل الاكل. اهي الحمد لله. أيه شايفه؟ بس فعلا انا بحب السوشي فعلا جدا جدا. نقطة نقطة لبنى. يلا اكتبي جوه الكراسة بقى. اهي اهي اكتب هنا جنبها لبنى. يلا يا حبيبي، ايه اكتر اكل بحبها؟ كل الاكل. كل الاكل. هو في ايه؟ ما عندوش اجابة. ما عندوش اجابة. كل الاكل. برافو برافو. زي ما كتبتي كده لبنى وعلي. قعدوا. المغني المفضل يا محمد يا لبنى؟ طارق الشيخ. صح، انتوا الاثنين صح. انت كاتبه الاثنين؟ اه بص يا جماعه اهو كاتبه طارق الشيخ وجورجي وجورج اهو، شايفين؟ لبنى ومحمد. ماشي. يلا يا محمد، ايه ده انت هتعرف احلام اهو. اه اهو يلا مرتك مراتك قوي. طب يا المفضل ليك انت يعني؟ اه انا اعرف انك بتحب عمرو. بهاء سلطان. بهاء سلطان طبعا. ما قلتليش ان انت بتحبي. انت مش كل ما تيجي تسمع يا ابني ادم تمنيت ميل على اللي بيعمل ما يسمعش. ما اعرفش ان انت اساسا بتحبي بهاء. هي ما قالتليش يا جماعه. ده احنا بهاء سلطان ما بنشاهدش. انا ما هي ما قالتليش. ودي فعلا اكتر اغنيه كانت مصدره بالنسبه لي. ما تسيبش عليا ولا ابن ادم ولا ابن ادم كده. اللون المفضل الاسود. وفي لون تاني بس اكيد احنا ما تحب الاسود. انت قول يا محمد. على فكره مش شرط عشان لبنى جاوبت انت ما نجاوبش يعني. حتى الاسود. صح الاثنين الاسود. اهو اهو الاسود. هو ده مش بقى المفروض اللي جاوب الاول؟ لا لا عادي. هي حاطه اثنين. لا لا انا حاطه الاسود بس، مش حاطه اثنين. لا انا بسيبك تجاوب. بس انا شايف ماليش دعوه. ما قلتش انا. لا ما قلتش الاسود. المفضل بتاعي ابيض اسود. لا 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 هو انت بتحبي لون تاني؟ اقول لون تاني؟ يعني ينفع معايا اختيارين؟ اختار اختيارين بس. لا براحتك. جاوبتي ولا ما جاوبتيش؟ الاسود والموف. الابيض؟ غلط، انت مش عارفني خالص. الاسود. اه من امتى بتحبي الاسود اكيد؟ هو انا عشان ما عنديش لبس بحب اسود. انا اكيد مش موجود. ثواني بقى، انت دلوقتي انت دلوقتي عشان ما بتشوفيش لبس. ثواني بس، انت عامله الاسئله دي عشان احنا نعرفكوا صح؟ اه مش المفروض انت تعرفيني انت مين؟ انت المفروض تبقى لاحظ. انا لاحظت. ايوه يعني وانا يعني كنت قلت لها. اللي بعده، اكتر مكان بروح بحب اروح يا محمد يا ربنا. هاي برافو طبعا. سينما حبيبي يا محمد والله. ايه ايه السينما؟ السينما. طب على فكره السينما بتحب تروحي هايبر برضه؟ بحب اروح هايبر لما اكون محتاجه حاجه، مش هروح اتمشى فيه. انا توقعتك هتكتبي كده يا جماعه. لبنى 3 نقط ومحمد 3 نقط متساويين. واو متعدين. اكتر يا علي مكان بحب اروحه؟ بود.
لا مكان مش مكان مش مطعم مكان تروحي فيه يعني مول مصر النيل مكان بحب اروحه النيل انا انا متضايقه انا قلت النيل النيل ده ايه ام كلثوم وانت مكان كده على النيل ده دخلتك معاه سمعتك سمعتك الاغنيه ام كلثوم يعني اصلا شفت انا والله العظيم وانا رايحه قلت له حبيبي ده اكتر مكان بحبه في حياتي غلط انا قلت ام كلثوم ده محمد عارفك اكتر من عاد معلش انا بقعد اعرفه بنفسي يا لبنى على فكره طيب بتعرفيه بنفسك يا لبنى اكتر مطعم مفضل ده صعب بول برافو محمد ده صعب على صاحبتي يا لبنى هو الصراحه بول لبنى ان شاء الله اكسبك تسع مطعم بحبه انا بوجهك انت الاسئله بول هو قالك شويه قالك خلاص خلاص حمزه ده حبيبي الف مبروك خدت نقطه خدت نقطه من كل ده خدت نقطه معاك انت مش عارفني اعمل لك بحب اتفرج على نوع مسلسلات ايه تركيا تركيا برضه العشق المبروك وده صوره جميله وكان في فيلم تاني اسمه معرفش كانت واحده بتقتل حماتها بعيد بتحبه برضه يا احلام دلوقتي بتتكلم تركي على فكره اما انا عارفه ما كانت شغالين فعلا لبنى ومحمد دي كانت صحياني مره في مسلسل 130 حلقه اتفرجت عليه فيهم فاكربت على جسر يا جماعه تركي مش عارفه ومش باين بالنسبه لكم وخلاص بصوا صدقوني يلا اكتر نوع مسلسلات بحب اتفرج عليه مسلسلات رومانسي قديم رومانسي قديم مسلسلات اسفه الكلمه افلام مسلسلات ايه كنت مسلسلات رومانسية بتحبي المسلسل بتاع اسمه ايه نوع نوع المسلسلات يعني اجتماعية كوميدية رومانسية خيالية تركي اجتماعية مش اجتماعية رومانسية اجتماعية رومانسية اجتماعية لوحدها هو خلاص اجتماعية رومانسية ماشي صح لو قلت كلمة منهم خلاص هي صح صح ما تضايقنيش يا روح الافلام اللي بفضلها اتفرج عليها ام بي سي 2 اكشن حبيبتي ام بي سي 2 اكشن سبحان الله قلت لك انا طول عمري الافلام دي اتجوزت علي مش فاتح غير ام بي سي 2 اكشن طول الليل بصوا يا جماعه لسه قايل انا محمد بنكمل بس هو نسي لسه قايل له انا ما بحبش اتفرج على الرعب قوي بحب الاكشن اكتر بتفرج على سمك القرش افلام بس مش رعب ما هي احلام بتحب القرش لما يغز القرش الثاني والدم ينتشر في احنا مش بنبيعها التي افضلها قديمة. نوعها قديمه رومانسيه برضه قديمه زي شادية عبد الحميد ايوه اجتماعيه رومانسيه ايوه برضه رومانسيه برضه اجتماعيه رومانسيه ايوه خيانه كل حاجه شباب الرقبه بتتفرج انت صح يا رومانسيه صح ماشي ماشي علي واحلام يلا لبنى برافو يا لبنى برافو عاش يا لبنى طبعا اكتر ماده بكرهها في التعليم الانجليزي الرياضة شاطرة يا انجليزي يعني رحت الانجليزي وبتكلم معاك انجلش مش عارفة ماشي يا محمد شكرا اتكسفنا كده كده اتكسفنا مش جوزها في الاخر لا ده احنا كده هنكسبه يا ملكي ما يكسب بكرهها الرياضة برضه انا ما اعرفش قعدتي فيها سنتين يلا انا بحكي لك القصة ما انا بقعد اقول لك مش قلت لك ان انا بكره الرياضة قعدتي فيها سنتين انا ما اعرفش المعلومة دي جديدة عليا طب ما تتوقع يا اخي مش شايفني بعرف احسب انا مش هعمل حاجه كده لا صح على فكره عايز تخسر بشرف؟ اطلع بره بقى اخرج بشرف الرياضه ماشي احلام تكسب ما لازم احلام تكسب طبعا اكتر طبع سيء فيا العصبيه هما الاثنين صح انا كده العصبيه صوتها عالي صح هي انا كده العصبيه برافو عليكم طبع سيء فيا صوتك العالي وانت حاجات كتير التسرع اكتر حاجه تسرع. انا بالنسبه لي صوتك عالي تسرع اكتر حاجه قول يا علي قول حاجه من ضمن حاجاتك غبيه وانا اكيد مش هكتب نفسي غبيه صح مش شكلي غبي لا لا تسرع ولا انت دلوقتي بتجيب دايما ايه وانت قاعد وانت صوتك عالي وتسرع ماشي التسرع صح برافو عليكم يا ولاد انا في بنات شكرا يا ادم بوظت الفيديو انا اسفه يا جماعه انا اسفه مشروبي المفضل ايه؟ مشروبك المفضل احنا بتحب القهوه وبتحب نسكافيه افتكر استني ريد بول مشروبك المفضل في مكان في مكان انا ما بشربش اصلا قهوه في البيت ولا نسكافيه ماشي يبقى الريد بول بالبتاع اللي بتشربيه من انظر انا اللي كسبتها الريد بول انا اللي كسبت صح
لا بقى بس هي قالت برضو معاك. ما انا بقول لها لا لا معلش انا عارفه المكان اللي بتشربوا منه لكن انت ما تعرفوش. هو عارف عارف اه ايوه. انت يا جماعه مش بتحب الريد بول؟ طب هي بتحب الريد بول بايه؟ بالكريس ايوه بس انا عارفاها. ما انت عارفه جدع يا رمنا انت بتختبريها عشان تتاكدي مدى حبه لصاحبك. مشروبي المفضل لا القهوه. القهوه طبعا فريد. بحب حاجه ثانيه؟ لا القهوه. برافو عليك. كام؟ انت يا رمنا هتكسبي. ادي نقطه 2 3 4 5 6 7 8 9 9 جاوبت على 9 من اصل 10. 1 2 3 4 5 6 6 لمحمد. بس قوم بقى يا محمد خلاص كده. مش هيبقى كويس. احنا احنا نتجوز من اول وجديد. انت كده لازم تتخلى. لا اختبار عيش الزوجيه والله كويس. هو بس اللي هو البول ده ما يعرفوش هو ايه. لا انت ما عرفتش. مش قالت لك قبل كده ان ده مطعم جميل ولازم نروح نتعشى فيه؟ وراح معايا يا بنتي. اصلا بصي محمد انت ما عرفتش المطعم وما عرفتش كل الاكل اللي دي. انت قلت السوشي بس هو الصراحه انا بحب السوشي برده اكتر حاجه يعني. بس بحب كل الاكل. والافلام ما عرفتهاش والماده اللي انا ما بحبهاش. صح. بس يلا يلا احسابي اهو. اكيد انت هتكسب. ماشي قول. شيء طبيعي يعني. هوبا. طيب يلا. واحد اثنين ثلاثه. انت بتعملي ايه؟ العالي ماشي. طب عالي عالي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. قلت لك نفس الناس من 10. هو ستة من 10. قلت لك هم هيطلعوا نفس الناس. يبقى انتوا الاثنين ظلموا. أنا بقى لحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. برافو يا بنتي يا أحلام صاحبتي. عشان تعرفي إن أنا عندي تسعة وأنا 10. لا ما أنا في سؤال. الفيديو رايح لو إحنا هنسألكم نفس الأسئلة دي ونشوف الجمال بتاعكم. هل أنتوا عارفيننا ولا إحنا مش عارفينكم؟ عشان الناس برضه المشاهد من حقه يعني. أنا عارفاك. أنت عارف أنا بحب كل الحاجات اللي أنت عارفها. طب إحنا برضه نسأل مستر محمد. اتفضل حضرتك. طب أقعدوا اكتبوا يا جماعة. أنتوا كويسة يا جماعة كده الفيديو اتطور. استنوا الجزء الجاي من الفيديو وكده. الفيديو ده الجزء ده خلص. استنوا الجزء الجاي. هم هيسألونا دلوقتي وهنرد عليهم. بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده هم ضحكوا علينا. تعالوا الجزء الجاي يلا بسرعة بعد ده. باي باي. ما تنسوش اللايك. باي.